اللي سبق أكل النبأ. سلام عليكم. يرجع عصر المسد إلى أبو سعيد قرقوش ابن عبد الله الأسدي المرقب بهاء الدين سنة 597 هجرية، وقرقوش معناها بالتركية النسر الأسود. وحكاية المثل إن كان في واحد مضروب راح يشتكي لقرقوش من اللي ضربه، فأرسل معاه قرقوش أحد غلمانه عشان يحضروا الضارب، ولما وصل الخبر للشخص الضارب راح جري على قرقوش عشان يشتكيه من الشخص اللي هو أصلا مضروب. ولما رجع الشخص المضروب والغلام، ساعتها الراجل اللي ضارب راح يشتكي المضروب وقال إن هو المفروض إن كان بيتضرب وكان هيموته، وساعتها أمر قرقوش إن هو يحبس الشخص اللي جه الأول. استغرب الشخص المضروب وقال له كنا بندور عليه وما لقيناهوش، وعشان كده جينا لك بسرعه واسال الغلام بتاعه. فرد عليه قرقوش وقال له لا حق لك يا حكايه والكف وانت تاخرت ولهذا ولا اسمع قول. وساعتها الناس قالت ان هما مش هيفضلوا عايشين في البلد دي طالما قرقوش هو الحاكم بتاعها. ومن هنا ظهر مثل اللي سبق اكل النبأ. سلام عليكم.